السلام عليكم، يعطيكم العافية شباب. أستاذ أحمد الرقاط معكم. طبعا الحصة الماضية حكينا عن قاعدة لينز، واليوم نحكي عن الدرس اللي بعدها في الكتاب اللي هو الحث الذاتي. هلا سريعا بس عشان نقدر نميز الفروقات، الحصة الماضية يمكن احنا حكينا انه كنا نجيب ملف دائري لولبي أي شكل من أشكال الملفات، كنا نمسك مغناطيس نقربه أو من بعده ونراقب شو بصير داخل الملف من زيادة في تدفق أو نقصان، يتبع ذلك تولد قوة حثية وتيار حثي، وتحددنا اتجاه كمان تيار حثي باستخدام قاعدة لينز. حتى كنا مرات بدنا نجيب مغناطيس نقربه من بعده، كنا نجيب مغناطيس كهربائي دارة كهربائية، إغلاق المفتاح وفتحه يؤدي طبعا إلى تغير التدفق عبر الدارة الثانية ومولد فيها أو منحدد فيها اتجاه تيار حثي. يمكن الفرق هون كلمة كثير مهمة في درسنا هذا اللي هو كلمة الذاتي، فالحث اللي متولد هون نتج بفعل ملف ذاتيا بدون مؤثر خارجي، يعني لا في لا مغناطيس ولا دارة ثانية، هو ملف نفسه بيصير تغير في التدفق منه ذاتيا وبنشئ قوة دافع حثية ذاتية في داخله. خلينا نشوف بس مع بعض. طبعا تعريف الحث الذاتي هو تولد قوة دافعة حثية ذاتية، انتبه هاي قاف فتحة دال يعني قوة دافعة حسية، بس هاي القوة الدافعة الحسية بتكون ذاتية داخل ملف لولبي. شرط ان يكون ملف لولبي، هلا رح نوصل ورح نستنتج مع بعض ليش، بسبب تغير التدفق اكيد، ما هو اي قوة دافعة في الدنيا بده يكون سببها دلتا فاي تغير في التدفق، ولا تنسى دلتا فاي قد تكون موجبة او سالبة، وتبعا لذلك هذا بحكم اشارة قافة حدال موجبة او سالبة من الملف ذاته. طيب خلينا بس نفهم شوي، او خلينا انا راسم دارة كهربائية هون، خلينا نفهم شو بيصير بالضبط داخل هاي الدارة وتابعوا معي وركز معي شوي. لا المفتاح في الشكل كان مفتوح، وبدنا نفترض عند لحظة اغلاق هذا المفتاح قمت باغلاق المفتاح، في اللحظة اللي بتغلق فيها المفتاح ها بتولد تيار كهربائي، وانت بتعرف انه اقطاب البطارية، هذا القطب الموجب وهذا القطب السالب، واحنا ندرس تيار اصطلاحي مع اتجاه حركة الشحنات الموجبة. فلو طلبت منك تحديد اتجاه التيار هون بتقولي والله استاذ تكون تيار باتجاه الاعلى، ففي هاي الحلقات هاي اتجاه تا تيار، هاي اتجاه تا تيار، وهي اتجاه تا تيار، وانت على فكره هون قادر على اتجاه المجال، فكنت تحط اصابعك تيار وبهامك يشير لاتجاه المجال، مش هذا المهتم فيه هالسر. ما بدي تدرس الملف اللولبي كاملا، بدي تدرس الحلقه بس الاولى فيه. نفترض الحلقه الاولى هو ملف اللولبي بحد ذاته مكون من نون تساوي واحد حلقه واحده. ركز معي شوي، أصابعي تيار إبهامي يشير المجال، هون يا أستاذ اتجاه المجال المغناطيسي المتولد نحو سين سالب هاي غي، هذا مجال مغناطيس تولد بفعل السلك البصري في تيار أو الحلقة هاي بس بحد ذاتها. طبعا كيف حددت أصابعي تيار إبهامي أشار المجال، واللي حاب إنه يستخدم طريقة إنه هذا إبهامي يشير للشمالي، فهذا القطب اللي هون شمالي والقطب المتولد هون جنوبي بيصير هو حر. طيب هلا أنا قلت لك عند لحظة إغلاق المفتاح، فإذا بدي أركز بديك تركز بس دقيقة معي، كان التيار في المرحلة الابتدائية يساوي صفر لما كان المفتاح مفتوح، انت يا استاذ اغلقت المفتاح فتولد تيار، وخلينا احط قيمة للتيار هون بدي افترض قيمته 3 امبير ايه، وعليه كان المجال المغناطيسي متولد صفر لما كان المفتاح مفتوح لانه فيش تيار، وعند لحظة اغلاق المفتاح تولد مجال مغناطيسي وبدي افترض 3 تسلا. الارقام باللون الاسود يا جماعة مني هي بس لاجراء تجربة، بس انا قاعد بعمل تجربة على اللوح. طيب خلنا نستثني الحلقة الأولى ونيجي على الحلقة الثانية، شو صار للحلقة الثانية؟ الحلقة الثانية انسى قبل ما يمر فيه هذا التيار تا، الحلقة الثانية شاهدت أن الحلقة الأولى مجالها المغناطيسي قاعد بيزداد، بمعنى التدفق عبر الحلقة الثانية قاعد بيزداد، فالحلقة الثانية تقاوم الزيادة بالنقصان فتنشئ مجالا مغناطيسيا بعكس اتجاه المجال الأصلي. طلع شو بدي أسوي؟ هلا المجال المغناطيسي بتوله بده يكون بعكس اتجاه غير، فأنا راح آخذ اللون خلينا نحكي الأسود عشان أميز للحث. فالمجال الحثي هي غير فتحة بده يكون بعكس هذا المجال، وقيمة التيار الكهربائي اللي متولد في حالة مجال حثي بده يكون دائما تيار حثي أقل من التيار الأصلي، فأنشأ التيار حثي واتجاه هاي بهامي مجال. طبعا أنا بشرح قاعدة لينز يا جماعة، مجال زاد لأنه التيار زاد، فمجال حثي عكسه بهامي مجال أصابع التيار، التيار حثي نحو الأسفل تا فتحة، وبده أحط هون له قيمة 1 أمبير. برضو الأرقام اللي عندي عشان بس أوضح فكرة كتجربة عملية، بس أنا حاب كمان إنه تنتبه إنه التيار الأصلي في الدارة وراح يغير أنا لونه، بدي أورجيك عشان ما يصير خربطة معي على اللوح. تقدر تعمل زوم وتشوف الأرقام هاي يا جماعة إذا الفيديو مش كتير واضح، فالتيار الكهربائي هون كان صفر، فصار التيار الكهربائي هون حكينا نفترض صار 3 أمبير، مجال المغناطيسي كان صفر، فافترضت إنه المجال المغناطيسي صار 3 تسلا. على أساس أخلي اللون أحمر مخصص للتيار الأصلي في الدارة واللون الأسود
نخصصه للحثي. طيب عفوا، تكون تيار حثي بعكس اتجاه التيار الاصلي. 3 امبير هدول اللي كانوا ماشيين بالحلقه هاي كملوا مسارهم هيك، فلقوا تيار حثي عكسهم قيمته 1 امبير. فلو اسالك محصله التيار كم تصبح هون، بتقول له استاذ بكل بساطه 2 امبير. هو منطق، تيار 3 امبير لقى عكسه حثي 1 امبير، فيصبح التيار الكلي 2 امبير. نفس الشيء اذا بحط ابهام مع التيار، ابهام يشير المجال، صاري عفوا مع التيار، ابهام يشير المجال، فتكون مجال بفعل 2 امبير هيو. طبعا يزداد تدفق عبر الحلقه الثانيه، تقام زياده بنقصان تنشئ مجال، ركز في كلامي، عكس المجال الاصلي، هاي مجالنا الحثي في الحلقه اللي بعديها. فالتيار الكهربائي تا فتحه من عندي يساوي 1 امبير، اجوا الاثنين امبير لقوا 1 امبير عكسهم، ف2 امبير لقوا 1 امبير عكسهم، بصير محصله التيار الكهربائي هون تساوي 1 امبير. فلو اسالك عن اول تيار راح يوصل لهي المقاومه، بتقول لي استاذ كان التيار في المرحلة الابتدائية يساوي 0 لأنه كان مفتاح مفتوح، وبعدين أصبح التيار الكهربائي يساوي 1 أمبير. بس بعيد بس كمان مرة سريع اسمعني، 3 أمبير طلعوا لقوا حثي 1 أمبير عكسهم، كم المحصلة؟ 2 أمبير. 2 أمبير مشوا هيك لقوا 1 أمبير عكسهم، محصلة كم؟ 1 أمبير. 1 أمبير وصلت للمقاومة الكهربائية. هلأ التيار الحثي يا جماعة تيار لحظي، يعني ينشأ بفترة تغير التدفق، واحنا هون لحظة اغلاق المفتاح تغير التيار من 0 صار 3 والمجال المغناطيسي تغير، بس بعد فترة من الاغلاق خلص بثبت، بصفي التيار 3 وثابت هون جوا السلك 3، فهيك التيار الحثي هذا بيختفي. تذكر التيار الحثي ينشأ من تغير التدفق، لما يكون تدفقك 3 ويبر مثلا ويصير 4 6 ويبر مثلا، تغير التدفق ينشئ تيار حثي. بس في حال ثبت التدفق على مثلا 5 او على 6 ثبوت خلص، فعشان هيك التيار الحثي راح يختفي. اختفى اول تيار 1 امبير، الثلاث امبير هذول بطل في شيء عكسهم، ظلوا 3 بس لسه هذا موجود، فثلاث امبير ناقص 1 تساوي 2 امبير، فالتيار اللي بعدها راح يمر على داخل المقاومه هاي يساوي تا 3 يساوي 2 امبير. واخر مرحله التيار الحثي هذا بيختفي، 3 في شيء عكسه، 3 في شيء عكسه، 3، فوصل تيار كهربائي الكلي اللي هو مقداره 3 امبير. بدي بس اعمل شغلتين صغار. الشغله الاولى أستاذ، هذا التيار 4 أمبير، خلينا نسميه تسمية أنا وياك، اللي هو التيار بقيمته العظمى. ليش سميته هيك؟ لأنه أقصى تيار ممكن أن أوصله في داخل الدار. أستاذ بناء على شو حكمت؟ بناء على القوة الدافعة والمقاومة. يعني هسا إذا راجع بحكي تيار، نذكر القانون هذا، الدارة بسيطة، قاف دال على ميم، مقاومة كهربائية هاي. أستاذ ليش الملف اللولب ما له مقاومة؟ بس اهمل لي مقاومته هلا، فأنا بدرس بس مقاومة خارجية. فأفترض قوة الدافع في السؤال هذا 3 فولت، كوني حط أرقام، والمقاومة الكهربائية 1 أوم، بطلع التيار 3 أمبير. يا جماعة هذا التيار 3 أمبير اللي ظهر هسا بالبطارية، فأقصى تيار ممكن يوصل 3 أمبير. ليش يوصل أكثر من هيك؟ عند قودك الدافع والمقاومة ثوابت، فالتيار يبقى ثابت. فأنت عملته بس إشي اسمه تدريج التيار، إيصال التيار تدريجيا. أنا قلت أعمل شغلتين، هاي الشغلة الأولى، شرحت لك شو يعني التيار بقيمته العظمى وليش تولد. الآن بدي أرجع أعمل بس مراجعة سريعة لهاي التذكير فيها، افهم علي. تيار 3 أمبير لقي تيار حثي عكسه 1 أمبير، كم المحصلة؟ 2 أمبير. لقي كمان حثي عكسه، فالحثي اللي عكسه كمان 1 أمبير، 2 ناقص 1 1 أمبير. الحثي الأول اختفى، 3 فش عكسه وعكسه 1 أمبير، 3 ناقص 1 2 أمبير. بعدين 3 فش عكسه، فش عكسه، فالتيار الكهربائي 3 أمبير، خرج تيار أو تكون التيار بشكل تدريجي. لا بدي اياك بس لاحظ ملاحظة انه التيارات الحثية هاي، طبعا انا هون ما حددت ابهام مجال التيار الحثي للأسفل هي، لاحظ انه التيارات الحثية هاي المتولدة كلها كانت بعكس اتجاه التيار الأصلي عشان تقاوم الزيادة في التدفق لحظة إغلاق المفتاح بالنقصان. هذا الكلام موجود هون. طلع هلا بتكون عندي قوة دافع كهربائية حثية ذاتية عكسية. ليش أستاذ بتسميها قوة دافع حثية أو قوة دافع عكسية؟ لأنه اتجاهها بيكون بعكس اتجاه قوة الدافع الأصلية، وحتى التيار الحثي اللي بتولده بيكون بعكس اتجاه التيار الأصلي. أستاذ متى هذا؟ عند لحظة إغلاق المفتاح، زي ما شفنا هون طلع الرسمة، تيارات حثية بعكس اتجاه التيار الأصلي. ليش؟ لأنه أستاذ عند لحظة إغلاق المفتاح طلع شو بده يصير. هلا التدفق أو التغير التدفق بالنسبة للزمن يحمل إشارة موجب، بمعنى التدفق زاد، وهذا اللي قلت لك إياه في الحلقة هاي، زاد التدفق، طلع المجال يزداد. وإذا زاد التدفق معناته التيار بالنسبة للزمن أو معدل مرور التيار بالنسبة للزمن يزداد، فيحمل إشارة موجبة.
طبعا اكيد ما التيار الكهربائي هيو قاعد بيزداد مع الزمن. طيب هلا هاي كمان مره نرجع راجع هلا برجع لها. قافه حدار عكسيه تقام زياده بالنقصان حسب قاعده لينز واستخدمت عشان احدد اتجاهات. هلا في قوه دافعه ثانيه اسمها طرديه. هلا متى الطرديه؟ تخيلني بلحظه فتح المفتاح راح يحصل نفس الكلام على اللوح بس بالعكس. يعني تيار كان قيمته 3 امبير صارت قيمته فجاه كم؟ 0. قل التدفق يقام نقصان بزياده بينشا مجال مع المجال الاصلي. هاي التيار طلع اصابعي تيار الحثي لانه مع المجال الاصلي مجال الحثي مع المجال الاصلي فتيار الحثي مع اتجاه التيار الاصلي فينشا تيارات مع اتجاه التيار الاصلي. ها ركز. فالقوه الدافعه الحثيه الذاتيه الطرديه تيار متولد او الحثي بده يكون مع اتجاه التيار الاصلي. طبعا هذا عند لحظه فتح المفتاح تمام يقل التدفق عبر ملف. وحتى اذا اجينا انا وياك سريع من الحركه هاي نفسها الدلتا فاي على دلتا زين تحمل اشاره سالبه. هاي نرجع هلا بنعيدها. المهم طبعا قافه حدار طرديه تقام الزياده تقام عفوا نقصان بالزياده حسب قاعده لينز. شوف الرسمه هاي الرسمه طبعا رسمه كتاب. هاي في الكتاب موضح ثلاث مراحل يا جماعه. مرحله اولى ومرحله ثانيه ثبوت ومرحله اولى نمو ومرحله ثالثه اللي هي تلاشي. يلا شوف انا كاتب هون نقطه وحط عليها لحظه تغلق المفتاح. في اللحظه اللي بتغلق فيها المفتاح اللي هو كنا بنحكي فيها هسه كنا نشرح فيها يزداد التيار تدريجيا مع الزمن. طلع السينات اللي هو الزمن قاعد بيزداد ومعاه التيار الكهربائي الصادات قاعد بيزداد. هي 0 1 2 3 بس كمثال حتى يصل التيار لقيمته العظمى 3 امبير. وبعد هيك ما راح يزيد التيار. علل ليش ما بزيد التيار بعد 3 امبير؟ لانه الحكمني القوه الدافعه والمقاومة الكهربائية حكمت التيار 3 أمبير. أكثر من هيك لا ما حسب القوة الدافعة والمقاومة. عند لحظة فتح المفتاح هون بتلاشى أو التيار الكهربائي أو بيختفي التيار الكهربائي تدريجيا حتى تقول قيمته للصفر لأنه خلص فتح المفتاح في الدار. طيب يعني عملنا زي تذكير إحنا سريع بس في الأجهزة الكهربائية اللي مرت علينا لهسا إحنا مر علينا جهاز اسمه المواسعة الكهربائية سين بيختزن طاقة نوعها طاقة وضع كون أخذنا هسا جهاز اسمه المحث هذا محاثة. فأنا هون قاعد بذكر في كل الأجهزة اللي مرت معنا. أخذنا المواسعة الكهربائية سين تختزن طاقة نوعها طاقة وضع. طبعاً شو وظيفته تخزين الشحنات. وإذا بدك تخزين طاقة ما هو في النهاية إذا خزن الشحنة بيحمل طاقة بخزن الشحنة طاقة الوضع اللي بتحملها الشحنة. الآن المقاومة الكهربائية ميم تختزن طاقة حرارية. شو وظيفة المقاومة الكهربائية؟ التحكم في التيار. شو وظيفة المواسعة؟ تخزين شحنة. بالأسود الوظائف وبالأخضر نوع الطاقة المختزنة. لا بدي احط بس على هاي ستار عشان احكي لك ملاحظه. هلا المقاومه الكهربائيه يا جماعه عده اجهزه، كل اجهزه كهربائيه في حياتنا هي مقاومات. فالمصباح عباره عن مقاومه، فهو بحول الطاقه الكهربائيه لطاقه ضوئيه وحراريه في ان واحد. المكواه طاقه برضه عباره عن مقاومه، بحول الطاقه الكهربائيه لطاقه حراريه. بس هسه بصيغ الاسئله السنوات بتلاحظ انه دائما بس يطلب منك احسب الطاقه المختزنه في المقاومه، احسب الطاقه الحراريه مختزنة في المقاومة. فهو تركيزه على انه المقاومة في كل اشكالها في كل اجهزة الكون والعالم من ايام فصل التيار الكهربائي وانت بتعرف انه جزء من الطاقة بضيع على شكل حرارة. فأي مقاومة في الدنيا تستهلك طاقة حرارية وبعدين حسب نوع التحويلات الطاقة. طبعا التحكم في التيار ليش؟ خليني احكي لك شغلة. المقاومة الكهربائية يا جماعة تساوي جيم على تا بثبوت مصدر فرق الجهد. فالعلاقة بين المقاومة والتيار علاقة عكسية. فانت اذا زدت المقاومه انت قدرت تقلل التيار واذا قللت المقاومه انت زدت تيار. فهي مقاومه ممكن استخدمها عشان اتحكم في تيار كهربائي. المحاث الكهربائي اللي رمزه ح اللي هو درسنا اليوم تخزن طاقه نوعها طاقه مغناطيسيه. طلع الرسم لساتها على اللوح. انا قاعد بحكي عن مجرات مغناطيسيه قاعده بتتولد بفعل التيار الحثي. فنوع الطاقه هون هي طاقه مغناطيسيه. طبعا تدريج تا بقصد فيها هي كمان بحط عليها ستار عشان ننتبه. أنا حاطة بشكل موجز بس يعني تدريج تالي هو أنه يخلي التيار الكهربائي يوصل للمقاومة تدريجيا وبينفصل عنها أو بينقطع عنها كمان تدريجيا. بدك أحكيك عن تطبيق عملي؟ طبعا في أجهزة كهربائية بتشتغل على تيارات شوي عالية قيمة التيارات شوي كبيرة ما بينفع نخلي التيار يوصلها بشكل مفاجئ لأنه ممكن يضرب الجهاز كله. فإحنا بنضطر أن نخلي التيار يوصلها بشكل تدريجي بنسميها بيحمى الجهاز شوي شوي فبوصل له التيار تدريجيا وهذا تطبيق على المحاثة الكهربائية. طيب خلينا نحكي كيف نحسب المحاثة والقوة الدافعة الحثية المتولدة في المحث. تمام هو تولد يا جماعة تيار حثي أكيد بسبب قوة دافعة حثية بسبب تغير التدفق. هلا بتجربة عملية بحكي لك إنه التغير في التدفق اللي قاعد بينشأ هذا دلتا فاي بسبب طبعا إغلاق مفتاح وفصل مفتاح
يتناسب طرديا مع التغير في التيار. اكيد ما انت لحظة اغلاق المفتاح كان التيار صفر، زاد التيار لقيمته العظمى فالتدفق زاد، فالعلاقة بينهم علاقة طردية. اذا بقدر اقول لك دلتا فاي طردي مع دلتا تاء، وانا حطيت هون نون للدلالة على انه هاب لف ممكن يكون من نون او عدد نون من اللفات. لا، اذا نون دلتا فاي طبعا علاقة طردي يمكن تحويلها ليساوي ثابت، فنون دلتا فاي تساوي ثابت دلتا تاء، هذا الثابت يمثل درسنا ح المحاثي الكهربائية. بقسم الطرفين معادل على دلتا زين، بكل بساطة هون بدي تقسم لي هاي على دلتا زين وتقسم لي هاي على دلتا زين. هاي راح اتذكرك بشيء، هيو نون دلتا فاي على دلتا زين يا جماعة القوة الدافع الحسية، اذا تساوي محاثي دلتا تاء على دلتا زين. اذا توصلنا لقانون جديد، لاحظ كيف اثبته، توصلنا لقانون جديد القوة الدافع الحسية تساوي سالب محاثي دلتا تاء على دلتا زين. واللي بدي يسألني عن تفسير إشارة السالب باخذها بحكي لك يا استاذ اخذناها في درس هذا القوة الدافع الحسية متولدة في ملف اخذناه معنا فيزيائي، يعني القوة الدافع الحسية تقام زيادة بالنقصان والنقصان بالزيادة. ارجع معي هناك، لو كانت دلتا فاي على دلتا زين موجبة، هلا لو كانت موجبة ما انت بتقول لي استاذ دلتا فاي ودلتا تاء علاقتهم طردية، معناته دلتا تاء على دلتا زين تحمل إشارة موجبة اكيد، وهو زيادة التدفق يعني سببها زيادة في قيمة التيار قاعد بمر في الدار. دلتا فاي على دلتا زين سالب، معناته دلتا تاء على دلتا زين سالبة، يعني نقصان التدفق أو نقصان التيار يؤدي إلى نقصان التدفق. وحسب العلاقة هون لو دلتا فاي على دلتا زين تحمل إشارة موجبة تطلع قاف فتح دال سالبة. فهمني أستاذ، قاف فتح دال تحمل إشارة سالب لأنه طلع هي بتقاوم قاعد الزيادة بالنقصان، زيادة في تدفق التيار قوة دافع حثية عكسهم في الاتجاه وتقاوم زيادة في النقصان، هي الحالة هاي. أما إذا دلتا فاي دلتا زين سالب ودلتا تاء دلتا زين سالب، عوض هون سالب سالب شو الإشارة؟ طبعا موجبة، فقاف فتح دال تحمل إشارة موجبة، تقاوم النقصان بالزيادة. طيب هون عملت لك تذكير صغير باللون الأخضر إنه صار عندنا ثلاث قوانين لحساب القوة الدافع الحثية بوحدة الفولت. نحسبها بلام عين غين في حال كان موصل مستقيم، نحسبها بسالب نون دلتا فاي دلتا زين، وهذا قانون عام يستخدم لجميع ملفات استاذ، حتى المحاثي او المحث طبعا مو ملف لولبي في النهايه. الان قاف فتح دال تساوي سالب محاثي دلتا تاء دلتا زين خاص للمحث او الملف اللولبي. فيا جماعه هون في درسنا صار عندنا قانونين بيحسبوا القوه الدافعه الحثيه، سالب نون دلتا فاي دلتا زين بيمشي معك ما في مشكله، ما هي اصلا في دلتا فاي عندنا في دراستنا، وسالب محاثي دلتا تاء دلتا زين اللي هو درسنا. ولو كتب القانون ها بدلالة محاثي تساوي قاف فتح دال دلتا تاء دلتا زين، كنت حذر بإني أحط قيمة مطلقة لأنه أستاذ دلتا تاء دلتا زين قد تحمل إشارة موجبة أو سالبة. لحظة الإغلاق بزداد التيار موجبة، لحظة الفتح بقل التيار سالبة. المحاثي طبعا هي جهاز كهربائي، فزيها زي المقاومة زي المواسعة، عمره ما طلعنا هاي الأجهزة بإشارة سالبة، هاي دليل على قدرة على التخزين مستحيل سالب، هاي جهاز كهربائي مستحيل مقاومة تحمل إشارة سالبة، المحاثي الكهربائية جهاز ما بيحمل إشارة سالبة. فوحدة قياس المحاثي هي الهنري بالنسبة للعالم طبعا، وتساوي وحدات نظام عالم منهم نشتقها فولت وبضرب مقلوب هاي بيصير فولت دوت ثاني لكل أمبير. طبعا ممكن نستخدم هذا القانون لأنه هدول قيمتين متلازمتين، شو يعني؟ تتغير قوة الدافع الحثية ويتغير معدل تغير التيار بالنسبة للزمن بثبوت محاثي، محاثي جهاز، فالجهاز بيعتمد على عوامل فيزيائية، لسه بدنا نطلع عوامل المحاثي الكهربائية. ما المقصود بقولنا أن المحاثي المحث تساوي 5 هنري؟ طبعا هي محاثي المحث تتولد بين طرفي قوة دافع كهربائية، خلي هاي 5 فولت، عندما يكون معدل الزمن تغير التيار بالنسبة للزمن 1 أمبير لكل ثانية. طبعا دراستنا في عندنا آخر جزء نحكي عنه من العوامل اللي بتعتمد عليها المحاثي. إذا متذكرين احنا توصلنا لقانون كان يحكي إنه المحاثي تساوي قاف فتح دال على دلتا تاء على دلتا زين، بس احنا هذا القانون صدناه في تعريف وحدات القياس، كنا ما راح نستخدم في تحديد عوامل بيعتمد عليها المحاثي، لأنه قاف فتح دال دلتا تاء على دلتا زين بيكونوا قيمتين فيزيائيتين متلازمتين. فاحنا هسه بدنا نتطرق إنه نحدد مع بعض عوامل بتعتمد عليها المحاثي. أخذت حالة فيزيائية اللي هي حالة أو لحظة إغلاق المفتاح، اتفقنا عليها قبل شوي، بكون التيار المار في البداية يساوي صفر، معناها التيار الكهربائي بصير تاء، له مقدار معين ما بعرف كم بس يصبح له مقدار، وبتكون التدفق كمان يساوي صفر، وبصير في عندنا قيمة معينة للتدفق. لا، استخدمنا العلاقة هاي قبل شوي واتفقنا إنه نون دلتا فاي تساوي محاثي دلتا تاء. طبعاً أنا هي يا جماعة بعمل إثبات، فعشان هيك أنا الإثبات ده أبدو من هاي العلاقة اللي هو نون دلتا فاي تساوي محاثي دلتا تا.
هسا اذا بدي اعوض الفتره هاي اللي بحكي فيها اللي هو انه التيار الابتدائي يساوي صفر والتدفق يساوي صفر، بقدر اشيل الدلتا والدلتا. ليه؟ طلع عليك هلا الدلتا فاي ما هي تساوي فاي 2 ناقص فاي 1، وانت هون بتحكي لي انه فاي 1 تساوي صفر، فاذا شلت هاي تساوي صفر صفر بقدر احط مكانها بس فاي، والدلتا تا هي تا 2 ناقص تا 1، اذا شلت هاي تساوي صفر فبقدر احط مكانها تا. إذا أنا مختصر كلامي، أنا بدرس حالة استثنائية اللي هي لحظة الإغلاق، وهاي الظروف كلها مطبقة بس في لحظة الإغلاق. أوكي. هلأ صار عندي القانون بحكي إنه نون فاي تساوي محاسة في تا. أنا هون بالأخضر حاط قوانين أتذكرهم، هون بدي أبدأ إثبات. كتبت القانون بدلالة تا، بس حولت القانون من بدلالة عفوا حالة اللي هي المحاسة الكهربائية اللي بدي أشتغل أمياكو على العوامل اللي بتعتمد عليها. فالمحاسة تساوي نون فاي على تيار. أول شيء بدك تتذكره هو قانون فاي التدفق. طبعا قانون التدفق يساوي غين في الف، انا بحكي حاله مثاليه اللي بتكون جتا جتا الصفر ويساوي واحد، عشان هيك لما حطيت جتا غين في الف اذا محاسه تساوي نون في غين الف على تيار. بدي اياك كمان تتذكر قانون المجال المغناطيسي ملف لولبي، لانه المحس اصلا هو ملف لولبي، فغين تساوي ميو نوت في تا في نون فتحه. اذكرك نون فتحه هي نون علام عدد اللفات وحده اطوال. شلت هلا غين حطيت مكان غين قيمتها، طلع نزلت نون ونزلت ألف زي ما هي والتيار زي ما هو، بس حطيت مكان الآن غين اللي هو مجال مصرف لولبي ميو نوت في تا أو ميو في تا في نون فتحة، اختصرت تا بسط مقام مع بعض. صفى عندي العلاقة، هينزل تحت صفى عندي العلاقة إنه نون فتحة لام ميو نوت في نون فتحة في ألف. ليش هيك صارت؟ لأنه حطيت مكان نون قانونها، طلع أضرب ضرب تبادلي نون شو تساوي نون فتحة في نام هيها على واحد، وعملت بس عملية ضرب تبادلي. فهيك انا بقدر احط مكان نون. طبعا انا باللون الاحمر كل مره شو حطيت قانون مكانه، اول شيء حطيت قانون فاي، بعدين قانون غين لولبي، بعدين قانون نون اللي هي نون فتحه في لام. طبعا نون فتحه ضرب نون فتحه، نون فتحه تربيم، ميو نزلت واللام نزلت والالف نزلت. واذا حوط مكان نون فتحه قانونها اللي هي نون علام بس هي ماخذ تربيع، فبصير نون فتحه تربيع تساوي نون تربيع علام تربيع، وساعتها بروح اللام بسط مع الوحده من اللام في المقام او مع التربيع، فبضل نون تربيع علام. يعني مختصر كلام بحكي، إذا حبيت تعوض نون فتحة فبتضرب في لام، إذا حبيت تعوض نون تربيع مش فتحة نون بس عدد لفات تقسم على، إذا نون بدها قسمة على لام، نون فتحة بدها ضرب بلام. طيب هلأ بسيط جدا جيب لك ما هي العوامل اللي تعتمد عليها محاسة محس، بقول له تعتمد على نفاذية مغناطيسية والعلاقة طردية، طبعا تعتمد على عدد لفات الملف وعلاقة طردية، تعتمد على مساحة المقطع وتعتمد على لام. طبعا انتبه انه كله طردي ما عدا لام، علاقته مع المحاسة علاقة عكسية. طيب عفوا نشوف اول سؤال عندنا بصفحة 21. طبعا سؤال كتاب بحكي فينا محث محاسته 4 بالعشرة هنري، عدد لفاته 4000 لف. طبعا يا جماعة في درس الطاقة المغناطيسية المختزنة في محث ملغي عندنا، يعني هو موجود بالكتاب بس لجيلنا ملغي للطاقة المغناطيسية. فمحث محاسته 4 بالعشرة هنري، عدد لفاته 4000 لفة، أغلقت دارته. استنى شوي، فاستغرق التيار. استنى شوي، بدي اياك بس تستنتج الشغلات وانت قاعد تقرا بالسؤال. اغلقت دارته، اذا احنا قاعدين ندرس حاله لحظه اغلاق المفتاح. بتعرف الاستنتاجات من كلمه اغلقت دارته؟ بستنتج انه دلتا فاي تحمل اشاره موجبه، وانه دلتا تا تحمل اشاره موجبه، وقافه حدال تحمل اشاره سالبه وهي قوه دافعه حثيه عكسيه. اذا انت ارجع بالفيديو شوي، اذا انك انت مش عارف ليش عملت هيك، انا ذكرت هذا الكلام، قلت انه في لحظه الاغلاق بكون في عندنا قوه دافع حثيه عكسيه تحمل اشاره سالبه، يعني التيار الحثي عكس اتجاه التيار الاصلي، والتدفق بزيد والتيار قاعد بزيد. المهم، فاستغرق التيار زمنا مقداره 4% ثانيه ليصل الى قيمته العظمى. في هذه المده تولدت قوه دافع حثيه. للناس اللي مش فاهمه رجع عاده مشان الله انتبه انه هاي القوه الدافعه المتولده هي قوه دافعه عكسيه مقدارها 2 فولت. فاحسب القيمة العظمى للتيار الكهربائي الذي يمر، بدي أقصى قيمة للتيار الكهربائي المر في هذه الدارة أو أثناء دراستي في هذه الدارة. طيب هلأ في فرع ألف، إذا أنا بستخدم قانون قافة حدال تساوي سالب محاثة دلتا تيار على دلتا زمن، معدل التغير في التيار بالنسبة للزمن. طبعا هذا القانون رح أستخدمه في حل السؤال، لأنه السؤال بيحكي عن تغير في التيار، معطيني محاثة ومعطيني قوة دافعة كهربائية. طيب هلأ في دراستي هاي بس نركز في شغلة، قافة حدال هون بكتب عليها عكسية، انتبه عكسية يعني يا أستاذ قيمتها معطينيها 2 فولت، ما منعوضها هون موجبة، منعوضها تحمل إشارة سالبة. ليه؟ ما أنت قلت لي قوة دافع حثية عكسية تحمل إشارة سالبة، دلتا تا دلتا زين إشارتها موجبة، وقافة حدال طبعا موجب ضرب سالب، بطلع الجواب هون قافة حدال سالبة.
فبتعوض قوة الدافع الحثية السالب 2 تساوي المحاث الكهربائية في السؤال 4 بالعشرة، فسالب 4 في 10 قوة سالب 1، حاب تخليها 4 بالعشرة زي ما بدك. تغير في التيار يساوي تا 2 ناقص تا 1، هي التغير في التيار، على خلال فترة زمنية مقدارها 4 في 10 قوة سالب 2. هلا لحظة إغلاق المفتاح، هسا قلت لك لحظة الإغلاق بكون تيار ابتدائي يساوي صفر، إذا أنا بقدر أسوي خطوة هون إنه أقول له والله هذا تا 1 تساوي صفر. بضل عندي هذا التيار، هذا التيار قيمته العظمى اللي هو أقصى تيار موجود في الدارة. طبعا أول خطوة بسويها بدي أشيل السالب مع السالب على طرفي المعادلة، هي اختصرتهم. وبدي أشيل 4 بسطه مقام مع بعضهم البعض. 10 قوة سالب 2 بدي أرفعها لفوق بصير موجبة، بصير عندي 2 تساوي 10 تا 2. إذا تا 2 تساوي 2 بالعشرة أمبير. انتبه طبعا لازم تكتب أنت أمبير كتابة، ها أمبير. هلا حسبناه لفرع الف اللي هو القيمه العظمى للتيار الذي يمر في الداره. في فرع باء، كم المعدل الزمني، المعدل الزمني للتغير في التدفق؟ تربالك هو طلب معدل زمني للتدفق، يعني دلتا فاي على دلتا زين، غير ما يطلب منك كم تغير في التدفق، يعني دلتا فاي لحالها. هلا معدل زمني يعني دلتا فاي على دلتا زين خلال تلك المده. اوكي استاذ، انت قلت لنا انه في قانون عام بحسب من القوة الدافع الحثية اللي هو قانون قاف فتحة دال تساوي سالب نون دلتا فاي على دلتا زين، بقدر استخدمه، هو قانون عام ها بينفع لكل انواع الملفات، وهون بقدر استخدمه. طبعا نبدا تعويض. هلا قاف فتحة دال لا تنسى انها سالبة لانها عكسية، سالب 2 تساوي نون هيها سالب 4 في 10 قوة 3 لانها 4000 لفة. هلا دلتا فاي التغير في التدفق هو مطلوب مني بالنسبة للزمن، يعني دلتا فاي على دلتا زين اصلا هو المطلوب مني في السؤال. بدي اختصر قبل ما ابدا السالب مع سالب على طرفي المعادله، وبدي اقسم هاي على 4 في 10 قوه 3 على 4 في 10 قوه 3 عشان يطلع معي دلتا فاي على دلتا زين تساوي هاي عندي نص في 10 قوه سالب 3. طبعا ويبر لكل ثاني وحده قياس معدل زمن التغير التدفق. طيب طبعا سؤال بسيط يا ريت نحله احنا كمان مره عشان تبقى الغلط، سؤال كتاب زي ما قلت. في سؤال الثاني صفحة 21 بقول لك ماذا نعني بقولنا أن محاثة محيث تساوي 2 هنري؟ طبعا أنا مجاوب السؤال لأنه أخذنا قبل شوي بالشرح، يعني بترجع الفيديو شوي بتلاقي حكينا هذا الكلام، بمعنى تتولد قوة دافع حثية ذاتية. انتبه أنت بتحكي عن محاثة، يعني بيذكر كلمة محيث بعرف أنها مباشرة ذاتية، مقدارها 2 فولت عندما يكون معدل الزمني للتغير في التيار خلاله يساوي 1 أمبير لكل ثانية. سؤال مباشر ما في شيء. السؤال الثالث، فسر عدم وصول التيار إلى قيمته العظمى لحظة إغلاق المفتاح في دارة تحوي محث وعدم تلاشيه فوق فور عفوا فتحها. شوف علي هذا السؤال، أنا مش حاطه مع الموسع الإجابي يعني، فأنا بدي جاوبه إليك عشان بس تفهم. هلا الدارة الكهربائية في هذا السؤال تحتوي على محث، وإحنا أخذنا أن أصلا وظيفة المحث إيصال التيار وفصله بشكل تدريجي. فبكل بساطة هو بقول لك فسر ليش ما وصل التيار لقيمته العظمى لحظة الإغلاق وماش بختفي لحظة الفتح. بتقولوا لأنه الدارة الآن عندي مربوطة مع محاثة، والمحاثة هاي تمام تقاوم لحظة إغلاق المفتاح، تقاوم الزيادة في التدفق فتنشئ تيار حثي بعكس التيار الأصلي. فأصلاً المحث وظيفته إنه يخلي التيار الكهربائي يصل إلى داخل الدارة تدريجياً، وظيفة المحث كمان إنه يقطع التيار عن الدارة بشكل تدريجي. يعني حاب أقول لك إنه هون هاي الدارة تحتوي على محث، والمحث يقاوم التغير الذي يحدث في داخل الدارة، فلحظة الإغلاق يقاوم زيادة في نقصان فيصل التيار تدريجي، ولحظة الفتح يقام النقصان في الزيادة فينقطع التيار بشكل تدريجي. طيب في عندنا الأسئلة لسات نحن في أسئلة الكتاب على فكرة، يعني كل الأسئلة هاي كمان موجودة بالكتاب. السؤال 4 صفحة 22 في الدوسية بحكي صف إضاءة كل مصباح في دارة في كل دارة في الشكل المجاور في الحالات الآتية. لحظة إغلاق الدارتين بدارة، طبعا هاي الدارة مكون من مفتاح قوة دافعة مصباح ومحث، وهاي مفتاح قوة دافعة مصباح، الفرق هون عندي مقاومة كهربائية. طبعا المصباح هذا هو عبارة عن جهاز إذا وصل التيار الكهربائي يضيء، فبدنا ننتبه بس كيف تكون إضاءته، هذا مطلوب مني في فرع ألف صف إضاءة المصباح. شوف في فرع ألف الفرق بين الدارتين أنه إذا أغلقت هذا المفتاح وأغلقت هذا المفتاح، خلينا رقم الدارات عشان نعرف، دارة المحث بسميها رقم 1 والدارة ما بتحتوي على محث بسميها رقم 2. يلا شوف في دارة رقم 1 لحظة الإغلاق يضيء المصباح تدريجيا. ليش استاذ اضاء تدريجيا؟ بسبب وجود محاث. طيب في دار رقم 2
يضيء المصباح مباشرة. أول ما تغلق المفتاح يضيء المصباح مباشرة هون. بس هون لأنه في محاثة طبعاً راح يتولد تيار وراح يتولد هيك تيار حثي بعكسه في الاتجاه يقام زيادة في النقصان، والحلقة حكيناها في أول الحصة. فعشان هيك هون يضيء المصباح بشكل تدريجي، تيار راح يكون مثلاً 1 أمبير راح يصير 2 أمبير راح يصير 3 أمبير، وهذا 3 أمبير راح يوصلوا مرة واحدة لا تدريجي ولا شيء، فهذا يضيء مباشر وهذا يضيء بشكل تدريجي. في فرع بعد مرور فترة زمنية أو مدة زمنية كافية على الإغلاق، شوف الجملة هاي بنحكيها في السؤال، هاي جملة بعد مرور مدة زمنية كافية، كافية لشو أستاذ؟ يعني ليش بحكي لي مدة زمنية كافية؟ عشان تفهم إنه وصل التيار لقيمته العظمى. يعني بعد مرور فترة زمنية كافية هاد تيار 3 أمبير وهاد تيار 3 أمبير، دخلك شو الفرق بينهم؟ ولا إشي ولا إشي. إذا أنا بكل بساطة إنه بعد مرور مدة زمنية كافية على إغلاق الدارتين يكون المصباحان مضيئان. هلا اذا كانت نفس القوة الدافعه في الشكل وتفترض المقاومة هاي نفس مقاومة المحيط هذا والمصابيح هاي نفسها بشكل متساوي، يعني اضاءتهم حتى بتكون متساوية، شو بده يفرق الاضاءة الاثنين عن بعض نفس القوة الدافعة الكهربائية. طيب في سؤال بعديه بقول لك لديك ملفان لولبيان احدهما لف حول قلب حديد. ستوب، انا بس اقرا كلمة حديد انا على السريع بنصدم، لانه الحديد في الملف اللولبي نفاذية الحديد، يعني حتى معطيك رقم بالكتاب بقول لك نفاذية الحديد اكبر ب5000 مرة، حتى بنفس السؤال انا كاتبه من نفاذية الهواء او الفراغ اللي بنستخدمها. فانا اصلا معلومة عندي من ايام درس المجال المغناطيسي المتكون حول ملف لولبي، بعرف انه الحديد دائما نفاذيته اعلى من نفاذية الهواء. بين ما اثر نوع مادة قلب الملف على مقدار المحيث او المحاثة. هلا اشتقينا قانون، احنا قلنا انه المحاثة تساوي ميو نوت نون تربي الف علام، ان العلاقة بين المحاثة والنفاذية المغناطيسية هي علاقة طردية. فبمجرد ما يغير المادة ويحطها حديد، بما ان نفاذية الحديد اعلى، هي بدي اكمل بدي احكي لك انه نفاذية الحديد اعلى ب5000 مرة من نفاذية الهواء، فلهيك بقول له تزداد المحاثة. وبدها قديش تزداد بالضبط؟ تزداد 5000 مرة عن محاثة الهواء. تمام، هاي محاثة خلينا نوضحها أكثر، يعني المحاثة لقلب الحديد أكبر ب5000 مرة من محاثة اللي بتحتوي على هواء أو أفراغ. طيب نشوف السؤال بعده، سؤال 6 صفحة 22. سؤال بيحكي رسمات بيانية مجاورة، بين أثر محاثة المحيط على المعدل الزمني للتيار. بدنا معدل الزمن للتغير في التيار في كل حالة، في الرسم رقم 1 في الرسم رقم 2، بس هو أدرس المحاثة. أنا بدي إياك بس تشوف الرسم إنه المحاثة هون كانت 2 هنري، فالمحاثة في الرسم 1 كانت أكبر من المحاثة في الرسم 2. هلا التيار عشان يوصل لقيمته العظمى التيار كان 1 أمبير، وهنا التيار حتى يوصل لقيمته العظمى بده 1 أو قيمته 1 أمبير، فالتيار قيمته العظمى متساوي. بس الفترة الزمنية لازم حتى يوصل هون التيار قيمته العظمى كانت 20 ثانية، إذا مش واضح بدي أكبر هاي 20 ثاني. بس الفترة الزمنية لازم حتى يوصل هون تيار قيمته العظمى هيها 10 ثواني، يعني يحتاج هون فترة زمنية أطول لحتى يوصل لقيمته العظمى. كمان مرة بعيد، يحتاج هون التيار فترة زمنية أطول لحتى يوصل لقيمته العظمى، هون يحتاج لفترة زمنية أقل. وبتقدر أنت كمان تلاحظ الفرق الميل بين المنحنيين، هذا الميل تبعه وهذا الميل تبعه، فهذا يحتاج لفترة زمنية أطول. هلا شو أثر المحاثة على المعدل الزمني للتيار؟ بدينا أدرس العلاقة بين حال محاثة وبين معدل الزمن للتيار، يعني دلتا تا على دلتا زين في الرسمتين هدول. بحكي له بكل بساطة الآن اللي صار إنه كل ما زادت قيمة المحاثة لأن محاثة واحد أكبر احتاجت إلى فترة زمنية أطول، يعني الزمن لازم الوصول لقيمة العظمى في الرسم اثنين كان أكبر من الزمن في الرسم واحد. فدلتا تا على دلتا زين بشكل عام اللي هو فترة زمنية لازم حتى يوصل التيار لقيمة العظمى إلها علاقة مع قيمة المحاثة الكهربائية. أنا بدي إياك بس تفهمها بدون ما اطلع او بدون ما اقعد احسب رياضيا شو قاعد بيصير في كل حاله. اصلا المحيط هو جهاز وظيفته، يعني هيك بدي بس الشغله هيك بدك تفهمها، جهاز وظيفته يوصل التيار بشكل تدريجي. مثلا عندي مصباح ربطت عليه محاثه 5 هنري، والله التيار لحتى يوصل لقيمته العظمى اخذ 5 ثواني. افرض ان انا بدي التيار حتى يوصل لقيمته العظمى بديش 5 ثواني، بدي مثلا 30 ثانيه، مباشره شو لازم تزيد المحاثه. فالمحاثه كجهاز شو وظيفته؟ يوصل التيار تدريجي. كل ما زدت المحاثة بصير كفاءة الجهاز أكبر، فبصير توصيله للتيار أكثر تدريجا، بصير يدرجه أكثر، بصير التيار كهربا بده مدة زمنية أطول حتى يوصل لقيمته العظمى.
فاللي بس بدي اوصل لك اياه هون انه اذا طلبني في السؤال، يعني انا في السؤال لانه سؤال كتاب، اذا طلبناك العلاقه بين المحاثه ومعدل الزمن للتيار، بقول الان المحاثه هون اكبر، فهون الزمن لازم الوصول كان، يعني بدي احكي انه قيمه الزمن كانت اكبر حتى يوصل التيار لقيمته العظمى، وهون المحاثه كانت اقل، فالزمن لازم وصول التيار لقيمته العظمى هي اقل. وانا اعتقد انه سؤال الكتاب هذا مطلوب توضيحه، انه لاحظ بزياده المحاثه نحتاج الى فتره زمنيه اطول، وليس العلاقه بين المعدل الزمني للتيار، يعني مهتم بالزمن اللي لازم حتى يوصل التيار لقيمته العظمى. يا جماعه حل الاسئله، انا سؤال هون سؤال كتاب، السؤال بيحكي يتغير التيار الكهربائي في محيط محافته، في محيط محافته 2 بالـ10 هنري من لحظه غلق الداره حتى تلاشى التيار بعد فتح الداره. طلع المنحنى، نمو تيار، ثبوت تيار، تلاشي تيار. وفق المنحنى اجبه ميلي، طبعا سؤال كتاب بدنا نتحمل عاد السؤال، ماذا تمثل كل من الفترات الف ب ج؟ طيب هلا مبدئيا بس طبعا انا قبل ما ابدا بدي احكي انه فرع ج مدال ملغيات، بطلب من الطاقه المغناطيسيه، مطلوب يعني ملغيه لنا احنا الجيل هذا، وكمان سؤال 8 وسؤال 9 لانه فيهم طاقه، فالسؤالين نحذفهم من عندنا. نبدا بفرع الف. في فرع الف طالبني ماذا تمثل كل من الفترات الف ب وج. هلا قبل شوي كتبناها او بالرسم هون كانت لما شرحنا الدرس، حكينا انه الرسمة الف او النقطة الف هي من نقطة هاي لحظة اغلاق المفتاح هاي لحد ما اوصل للنقطة هاي اللي هي اقصى قيمة للتيار او التيار قيمته العظمى، فعشان هيك هاي تمثل الف اللي هو مرحلة الف مرحلة نمو التيار. وبدنا نيجي على مرحلة باء، اذا بنلاحظ انه التيار الكهربائي قيمته ضلت ثابتة فمرحلة ثبوت التيار، والمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة جيم مرحلة تلاشي التيار. ثلاث مراحل نمو. هلا إذا أنا بدي أكمل بس شوية شغلات، نمو طبعا وثبوت وتلاشي لناس فاهمة، طلع علي نمو التيار معناته يا أستاذ بستنتج إنه دلتا تا على دلتا زين تحمل إشارة موجبة، وإنه دلتا فاي على دلتا زين تحمل إشارة موجبة، وإنه قاف فتحة دال عكسية تحمل إشارة سالبة. هون دلتا تا على دلتا زين تساوي صفر اللي هو مرحلة ثبوت، دلتا فاي على دلتا زين تساوي صفر، فاشتغلوا لا في التيار ولا في التدفق، فالقوة الدافع حثية المتولدة بتكون تساوي صفر. في المرحلة اللي بعديها هاي، طبعا هذا مش مطلوب بالأزرق، أنا قاعد نحكي عن ناس فاهم شو بتحل. لا قافة حدال دلتا تا على دلتا زين تحمل إشارة سالب لأنه تلاشي للتيار، دلتا فاي على دلتا زين برضو تحمل إشارة سالبة، وقافة حدال تحمل إشارة موجبة، ليش؟ لأنها طردية. طيب في فرع ب طالب منا ان نحسب متوسط القوة الدافع الحثية الذاتية المتولدة في كل فترة من هاي الفترات. طيب طبعا انا يعني يمكن هون بلشت حساب، فانا عندي مرحلة ب كون ثبوت في التيار فكانت قوة الدافع الحثية تساوي صفر، بس خلينا نطبقها تطبيق عملي على الرسم اللي هي الموجودة عندي. في المرحلة الاولى هاي الف بدي انزل احلها هون، احنا بنعرف انه قافة حدال تساوي سالب محاثة دلتا تا عدلتا زين. نبدأ طلب محاثة الكهربائية 2 بالـ10 هي سالب 2 × 10 قوة سالب 1. هلا بتعوض دلتا تا على دلتا زين. تيار الكهربائي في بداية المرحلة كان صفر وأصبح التيار الكهربائي 9 نهائي ناقص ابتدائي 9 ناقص 0. فترة زمنية من صفر صارت 2 عشان يوصل التيار لتسعة، هاي مقابل لتسعة اللي هو تيار قيمته العظمى زمن مقدار 2، فاثنين ناقص صفر. طبعا هلا عندي انا 2 بسط ومقام بدي اشيلهم مع بعض ضل سالب، فتحمل اشاره سالب وقيمتها سالب 9 بالـ10 فولت. طبعا ليش سالبه؟ علل قوة دافع حثيه عكسيه تقام الزياده في التدفق او تقام الزياده في التيار بالنقصان. اوكي طيب هلا بالمرحله اللي بعديها، المرحله اللي بعديها قافة حدال تساوي سالب محاثه دلتا تا على دلتا زين، ولكن يا استاذ دلتا تا على دلتا زين صفر، فيش تغير في التيار بالنسبة للزمن، التيار كان 9 وظل 9، 9 ناقص 9 0، في تغير بالزمن بس فيش تغير بمين؟ بالتيار. يعني لو بدي اعوض لك هون بدي اقول لك سالب 2 في 10 قوة سالب 1 9 ناقص 9 على 6 ناقص 2 بطلع الجواب 0، فيش قوة دافعة حثية. للفاهم كان عارف، يعني وإجا السؤال كان عارف من البداية انه هو تساوي 0. لا المرحلة اللي بعديها قافة حدال، خلينا نعوض سالب 2 في 10 قوة سالب 1، يلا التيار كانت قيمته 9 آلت للصفر، فصفر ناقص 9 نهائي ناقص ابتدائي، قيمته النهائية صفر والابتدائية كانت 9، على الزمن 8 ناقص 2 أعتقد نفس، عفوا 8 ناقص 6 جوابها 2،
طبعا بطلع الجواب هون بس سالب ضرب سالب بطلع موجب نفس الجواب قبل شوي بس باشاره موجب موجب 9 بالعشرة فولت. طيب خير يا جماعه نروح للسؤال اللي بعده. في عندنا ملف لولبي سؤال 10 صفحه 23. ملف لولبي عدد لفاته نون ومحاثته حاء اذا تم زياده عدد اللفات لتصبح طبعا نفس اتجاه اللف لتصبح 2 نون مع بقاء طوله ثابتا فكم تصبح محاثة هذا المحث الجديد؟ هلا انا حسب قانون المحاثة بعرف المحاثة تساوي اذا كنا اشتقناها مع بعض ميو نوت في نون تربيع في الف على وانا وياكم نعرف انه العلاقة بين المحاثة ونون هي علاقة طردية فيا استاذ بكل بساطة اذا انت زدت عدد لفات الى الضعف مباشرة المحاثة تزداد الى الضعف اذا تصبح محاثة 2 حاء اذا تزداد محاثته الى الضعف اذا يعني العلاقه بين محاثه ونون عدد لفات علاقه طرديه. هلا اذكر عامله التي يعتمد عليها محاثه محث لولبي ما احنا موضحينها فوق بس خلينا نعيدهم سريع مع بعض. من القانون ها بحكي له اول عامل انه المحاثه علاقتها طرديه مع النفاذيه المغناطيسيه. اثنين المحاثه طبعا نكتب كتابه احنا بس احنا هون نحط برموز طرديه مع نون عدد لفات. المحاثه علاقتها طرديه مع الف مساحه المقطع. واربعه المحاثه علاقتها عكسيه مع لام طول السلك. طيب نيجي على سؤال 12. ملف لولبي عدد لفاته 100 لفة طوله باي سنتيمتر مساحة مقطعه 2 سنتي تربيع أجل أجمع ميالي طبعا احسب محاثته في الحالات التالية إذا كان القلب هو هواء وإذا كان القلب حديد. طبعا عشان أقدر أحل السؤال يا جماعة مضطر نمسح السؤال هذا نمسح السؤال على اليمين عشان نحل مكانه السؤال الجديد. أنا شوي بده شغل السؤال يعني عشان أبين معك وحاول نكبر الخط شوي عشان أبين معك حل السؤال. يا شوف سؤالنا الجديد. عندنا معلومات عدد اللفات نون عندنا لام الطول وعندنا مساحة المقطع وطالبنا بالفرع الأول نحسب المحاثة إذا كان القلب حديد ففرع ألف واحد قلب الحديد طبعا من النفاذية تبعت الحديد هي تساوي 4 باي في 10 قوة سالب 7 مذكورة عندكم أو محطوطة عندكم في السؤال بس أنا هون حاطها كأنه ثابت في الامتحان فهي تعطى. هلا لحساب قيمة المحاثة المحاثة تساوي ميو نوت نون تربيع ألف على لام يعني ال 4 باي في 10 قوة سالب 7 نون عدد لفات الملف 100 وبدي ربعها بصير 10 قوة 4 انتبه في ألف مساحة مقطعه 2 سنتي تربيع يعني بدي أحولها 2 في 10 قوة سالب 4 حولتها من سنتيمتر تربيع لمتر تربيع على لام طوله باي سنتيمتر باي في 10 قوة سالب 2. تعالوا نعمل اختصاراتنا سريع. عندنا باي هون بسط ومقام بدي أشيلهم مع بعض اوكي. عندنا الأسس 10 قوة 4 و10 قوة سالب 4 شلناهم مع بعض. يلا على جواب تحت عندي 4 ب 2 هي 8 الاسس عندي هون سالب 7 وعندي موجب 2 خلينا نحكي فوق 10 قوة سالب 5. طبعا هنري لا تنسى وحدة قياس المحاثة. هلا هذا لسه الخطوة الأولى أنا حليت على أساس إنه المحاثة أو إنه القلب هو عبارة عن هواء. هلا بدي أحل على أساس إنه القلب هو حديد طبعا مش مطلوب مني هاي كحفظ هو رح تعطى بالامتحان فنفاذية الحديد معطيك إياها 2 بالألف فالمحاثة تساوي 2 بالألف 2 في 10 قوة سالب 3 هي حطيت نفاذية نون تربيع 10 قوة 4 ما فرق إشي 2 في 10 قوة سالب 4 على باي في 10 قوة سالب 2 في عندي هون 2 في 2 4 وضل عندي باي 4 على باي طبعا اختصارات ما في غير 10 قوة 4 هاي مع السالب 4 وأنا ضربت 2 في 2 4 وقسمت على باي بظل عندي لفوق فقص في 10 قوة سالب 1 يعني إذا بدي 4 بالعشرة على باي هنري. طيب منروح لفرع باء. في فرع باء على اعتبار قلبي هواء خلص هلأ تخصص إنه القلب هو هواء يعني أنا بشتغل قاعد على حالة ألف يعني بمعطيات السؤال أثبت لك إياها بس في عندي محاثة اعتبرها 8 في 10 قوة سالب 5 هنري وفي عندنا كمان في السؤال نون عدد اللفات 100 لفة وفي عندنا ألف مساحة المقطع 2 في 10 قوة سالب 4 متر تربيع وفي عندنا لام الطول باي في 10 قوة سالب 2 متر
بس يعني تخصصنا بهاي، بدناش هسا مرحلة الحديد لأنه حكي بدي إياه لما تكون هواء. بده القوة الدافع الحسية إذا كان يتناقص التيار. طيب إذا بتحسب قاف فتحة دال، إذا أنتم معي خليك معي شوي. قانون قاف فتحة دال تساوي سالب محاثة دلتا تا على دلتا زد. هلا محاثة أنا معي اللي هي سالب 8 في 10 قوة سالب 5. بس ركز شو قاعد بحكي. إذا كان يتناقص التيار بمعدل تناقص تيار، يعني دلتا تا على دلتا زد تحمل إشارة سالبة وقيمتها 50، فأنا بتحكي هون سالب 50. اللي بدي يسألني أستاذ ليش عطيت إشارة سالبة؟ أول شيء بس ركز معي شوي، أمبير لكل ثانية العدد معطيني إياها هاي دلتا تا على دلتا زين، مش دلتا تا لحالها. هو حكى معدل تناقص التيار، هلا يتناقص حطيت إشارة سالبة، أمبير قاعد بقل. طبعا عندي هاي 8 5 هاي 400 بإشارة موجبة في 10 قوة سالب 5 فولت. هلا في فرع باء يتزايد، يتزايد انتبه، يعني دلتا تا تحمل إشارة موجبة معدل 10، درجة احل كم مرة. قاف فتحة دال تساوي محاثة 8 في 10 قوة سالب 5 في، معطيني هون انه صار يتزايد مقدار 10 معدل، انتبه، ف 10 طبعا بإشارة موجبة، ويساوي سالب 80 في 10 قوة سالب 5 فولت. بدك تفسيرات؟ يلا تفسيرات علمية للناس الفاهمة. أول شيء انت بتحكي لي هون يتناقص، يعني دلتا تا على دلتا زين تحمل، هي انا في حالي هاي دلتا تا على دلتا زين تحمل اشاره سالبه تناقص، فاكيد قاف فتحه دال تحمل اشاره موجبه. ليش؟ تقاوم النقصان بالزياده، زياده سالب سالب موجب. هون بتقول لي يزداد على دلتا تا على دلتا زين تحمل اشاره موجبه، اكيد قاف فتحه دال سالب هيها عشان تقاوم الزياده بالنقصان. يعني نكمل يا جماعه، نروح لسؤال 13. جد معدل التغير في التيار بالنسبة للزمن، إذا هذا وصف لدلتا تا على معدل التغير في التيار بالنسبة للزمن، هو بحكي لي عن دلتا تا على دلتا زين. في ملف محاثة 2% هنري إذا كانت القوة الدافعة الحسية الذاتية المتولدة في 6% فولت. طيب أنا هسا بطبق بس على العلاقة، بدي أقول له والله إنه قاف فتحة دال تساوي سالب محاثة دلتا تا على دلتا زين. بكل بساطة أنت معطيني القوة الدافعة الحسية 6 في 10 قوة سالب 2 هي 6%، ومعطيني محاسته سالب 2 في 10 قوة سالب 2، ضل عندي دلتا تا على دلتا زين اللي هو معدل الزمن للتغير في التيار بالنسبة للزمن. طبعا هلا أنا عندي 6 هي سالب 2 هاي و10 قوة سالب 2 مع بعض، قسمت تطلع عندي دلتا تا على دلتا زين تحمل إشارة مقدارها سالب 3 أمبير لكل ثانية. مباشر السؤال ما في شيء. نشوف سؤال 14 هلا صفحة 34. عفوا السؤال بحكي تناقص التيار في ملف من 6 إلى 1، وركز ستوب شوي. هلا أنا متعود ممكن يقول لي دلتا تا دلتا زين تحمل إشارة سالبية يتناقص معدل نمو التيار أو يتزايد معدل نمو التيار، بس هون هو معطيك قديش كان تغير في التيار، التيار كان 6 فأصبح 1، وحكى كلمة مهمة. إذا أنا بس هون بدي استنتج إنه دلتا تا على دلتا زين تحمل إشارة سالبة، أستاذ دلتا فاي على دلتا زين تحمل إشارة سالبة، أستاذ قاف فتحة دال تحمل إشارة موجبة. للفاهم هو التيار بقل، فمعدل التغير في التيار بالنسبة للزمن سالب، إذا معدل التغير بالتدفق بالنسبة للزمن سالب، دائما بالحق دلتا تا على دلتا زين. وين الاختلاف؟ قاف فتحة دال، لأنه دائما تقام زيادة نقصان نقصان زيادة. خلال فترة زمنية 1/10 إذا كانت قوة الدافع الحسية الذاتية الناتجة في هاي الحالة 200 فولت، وأنا مستنتج يا أستاذ إنه قاف فتحة دال لازم تكون هون إشارتها موجبة، فجد المحاثة. طيب هل إذا نوجد في ألف نوجد قيمة المحاثة الكهربائية؟ يلا طلع إحنا عكينا إنه المحاثة إذا بدك هي تساوي قاف فتحة دال عن معدل الزمني للتغير في التيار، بصير أو استخدم قانون قاف فتحة دال سالب محاثة دلتا تا دلتا زين، بس انتبه طلع محاثة سالبة فش هالحكي، محاثة بإشارة موجبة. قاف فتحة دال تساوي 200، هاي 200 على معدل تغير التيار بالنسبة للزمن، هاي التغير في التيار كان 6 أمبير، فصار التيار كهربائي 1 أمبير خلال فترة زمنية مقدارها كم؟ 1/10. فتغير التيار إذا حاب توجد نهائي نقص ابتدائي على راسها، 1 اللي هو نهائي نقص ابتدائي 6 على الزمن 1/10 قوة سالب 1، بس هاي حركتك على الفاضي لأنه أنت أصلا أخذت بالنهاية قيمة مطلقة تساوي، بدي اكتب هاي 2 في 10 قوة 2، بضرب هاي بالمقلوب في 1 في 10 قوة سالب 1 على تحت 1 ناقص 6 هي سالب، بس نعملها موجب على 5، فبطلع الجواب عندي 2 على 5
في 10 قوة 1، يعني إذا بدك 20 على 5 يعني يساوي 4. هم في فرع بعده اللي هو في فرع ب، بدي التغير في التدفق المغناطيسي إذا علمت أن عدد لفات 200. بس ركز معي شوي، ما طلب معدل التغير في التدفق المغناطيسي ولا المعدل الزمني للتغير في التدفق، هو طلب التغير في التدفق. يعني يا جماعة بس دلتا فاي، ما بدي دلتا فاي دلتا زين، فانتبه بس يعني أنا بس بدي عشان تفهم. طلع هون جد المعدل جد معدل التغير في التيار بالنسبة للزمن، هاي خلتنا نحكي دلتا تا دلتا زين أو جد التغير في التيار يعني دلتا تا، هون تغير في التدفق بس دلتا فاي بده في السؤال. فإذا بدي أبدأ هون أنا بده دلتا فاي، بكتب قانون ثاني للقوى الدافعة الحثية، حكينا يا الأستاذ اللي هو سالب نون دلتا فاي على دلتا زين، القانون العام اللي بيشتغل على كل شيء. وأنا معي قاف فتحة دال، في دراستي قاف فتحة دال تساوي 200، فأنا بضعوض قاف فتحة دال تساوي 200، تمام؟ يساوي، طبعا اهتم هون الإشارات لأنه دلتا فاي ممكن تكون موجب ممكن تكون سالب، هون قلت لك لا، المحاثي دائما موجب، بس هاي ما بعرف. هلا قاف فتحة دال في فهمي شرحت بالأخضر موجب. تساوي سالب نون عدد اللفات في السؤال، هيها 200 2 او يعني بتخليها 200 عشان اختصرها هون لان هي مكتبه بقصص 200. هلا بضل عندي دلتا فاي مجهوله، بس الفتره الزمنيه في السؤال اللي هي 1 بالعشرة 1 في 10 قوه سالب 1، طبعا هيك ال 200 مع 200 بروحوا مع بعض، عندي اشاره سالبه عم بدي احكي لك انه دلتا فاي تساوي سالب 1 في 10 قوه سالب 1، يعني سالب 1 بالعشرة ويبر. استاذ ليش سالب؟ هيها ما احنا قبل شوي اتفقنا قبل ما نبدا حل انه دلتا فاي لازم تطلع معك تحمل اشاره سالب، لانه التيار شو بصير فيه؟ بتناقص، فالتدفق يقل، فالقوة الدافعة اشارتها موجبة. نشوف السؤال اللي بعده، في عندنا ملف سؤال 15 صفحة 34، ملف عدد لفاته 100 لفة، يكون في تيار كهربائي مقداره 5 امبير، فيحدث تدفق مقداره 50 ويبر، هال 5 امبير هدول عملوا لك فاي تدفق مقداره 5 ويبر. إذا عكس اتجاه التيار، انتبه. استاذ شو معنى انعكس اتجاه التيار؟ انا احكي لك، اذا عكسنا اتجاه التيار الكهربائي معناته المجال المغناطيسي تبعه ينعكس. ركز كمان مره بعيد، اذا عكست اتجاه التيار الكهربائي معناته المجال المغناطيسي تبعه ينعكس. طب شو استفدت استاذ اذا المجال انعكس؟ يعني التدفق اذا كان يحمل اشاره موجبه صار يحمل اشاره سالبه. اللي بتذكر معي درسنا التغير في التدفق، قلت لك اذا دار الملف موضع راسي الى افقي زاويتك بدل 0 صارت 90 وبدل 90 صارت 0 حسب. واذا قلت لك عكسنا ملف كامل لفه كامله، اذا كانت الزاويه 0 صارت 180 واذا 180 صارت 0 مثلا. لما يقول لي عكسنا المجال، افهم المجال المغناطيسي في حال عكسه التدفق بدل مخطوط مجال مثلا خارجه من الملف بصير داخله في الملف. استاذ شو دراك انها خارجه؟ طلع التدفق شو اشارته؟ التدفق موجب 50، فانت مجرد ما تعكس اتجاه التيار عكست المجال التدفق صار سالب 50. طيب إذا عكس اتجاه التيار خلال زمن مقدار 5 بالعشرة فجد القوة الدافع الحثية الذاتية المتولدة فيه. طيب خلينا في فرع ألف، هلا في واحد يتحير هون بيقول الأستاذ أستخدم قانون قاف فتحة دال تساوي محاثة، أستخدم سالب نون دلتا فاع دلتا زين ولا محاثة دلتا تاع دلتا زين؟ طلع يا حلو، طلع شو طالب منك هون؟ معامل الحث الذاتي حا تسبقش فرع على فرع، إذا أنت ممنوع تستخدم هذا القانون لأنه بيحتوي على محاثة، هذا مطلوب في فرع ب، إذا أنت لازم تحل فرع ألف، يعني كانوا هيك السؤال. جد القوة الدافعة الحثية الذاتية المتولدة دون معرفة المحاثي الكهربائية حا. طيب إذا أنا هسه هيك أجبرني نستخدم قانون قاف فتحة دال تساوي سالب نون دلتا فاي على دلتا زين. وشغلة ثانية هو التغير في التدفق هون، اسمعني شوي. سالب أول شيء نون عدد لفات يعني سالب 10 قوة 2 اللي هي 100، دلتا فاي أستاذ فاي 50 كانت، هذا التدفق الابتدائي لما كان التيار الكهربائي 5 أمبير. إجا السؤال عكس اتجاه التيار، فتدفقك الجديد شوف فاي 2 نفس الرقم بس يحمل إشارة سالب. مش عارف ليش او مخربط، ارجع لشرحنا في درس هاي بدي اكتب هون التغير في التدفق اللي هو درس القوة الدافع الحثية، ها سالب نون دلتا فاع دلتا زين. طيب تدفق كان من 50 صار سالب، اذا صار سالب 50 ناقص 50 قيمة نهائية ناقص الابتدائية، النهائية هي سالب 50 والابتدائية 50 بس هي سالب من القانون، على فترة زمنية او دلتا زين في السؤال هي نص 5 في 10 قوة سالب 1، وإذا بدك تحطها نص تحطها يساوي. طبعا سالب 50 سالب 50 أنا هاد أشيلهم مع بعض وأحكي لك إنه هاي والله سالب 100، و50 و50 بإشارة سالب سالب 100، وسالب السالب هون يا أستاذ بتمنى أشيلهم مع بعض وشلناهم مع بعض، فصفى أنا عندي 10 قوة 2 و10 قوة 2 يعني 10 قوة 4
على 5 فعشرة قوة سالب واحد رفعتها يعني صفت 10 قوة 5 على 5 وإذا حاب تظبطها فك العشرة بتصير 2 2 في 10 قوة 4 بالضبط. في فرع بقى هلا القوة الدافعة الحسية الذاتية المتولدة حسبناها هلا بدنا معامل الحث الذاتي واستاذ أصلا حقي استخدم هذا القانون عشان طلع منه المحاثة بدي استخدم نفس العلاقة هاي عشان طلع حال محاثة تساوي قافة حداد على التغير في التيار بالنسبة للزمن. قيمة قافة حداد قوة الدافع الحسية احنا حاسبينها مع بعض ارتحنا منها 2 في 10 قوة 4 وعلى فكرة في هذا السؤال كان بقدر اجيب لك فرع باء دون ألف فانت مضطر عشان طلع المحاثة تستخدم قانون ثاني تحسب انه قوة الدافع الكهربائية الحسية. طيب قوة الدافع الحسية حاسبينها تغير في التيار التيار كان 5 بعدين عكس اتجاهه فالتيار الجديد سالب 5 والتيار القديم 5 على فترة زمنية نص 5 في 10 قوة سالب 1 وتساوي هاي 2 في 10 قوة 4 مضرب مقلوب هاي بتصير 5 في 10 قوة سالب 1 على عندي سالب 5 سالب 5 يعني سالب 10. طبعا انا هون بدي احكي لك ملاحظة احنا اتفقنا انه هاي تحمل قيمة مطلقة فانا هذا الطرح اصلا ما بيفيدني هون بحط اشارة موجبة لان اخذت له قيمة مطلقة هاي 5 فيها ب 1 هاي فيها ب 2 2 بسطوا مقام شلتوا مع بعض فالجواب 10 قوة 4 عفوا 3 لانه هون في سالب 1 نكمل يا جماعة حل الأسئلة في عنا محث محاثته 5 هنري عدد لفاته 400 لفة أغلقت دارته وبعد 2% ثانية وصل التيار إلى قيمته العظمى هلأ أغلقنا المفتاح بدنا نركز على النقاط هاي عند لحظة إغلاق الدارة وصل التيار إلى قيمته العظمى كان معدل الزمن للتغير في التدفق عبر المحث يساوي معدل الزمن للتغير في التدفق عبر المحث أنا هون وحدة القياس هنعدل لك إياها ويبر لكل ثاني طيب فحسب التغير في التيار الكهربائي خلال هذه المدة الزمنية خلينا نركز على شوية شغلات جوا السؤال هلأ هو طالب التغير في التيار الكهربائي يعني يا جماعة دلتا تا مش طالب معدل الزمن للتغير في التيار بس التغير في التيار دلتا تا أغلقت دارته يعني احنا لحظة الإغلاق قاعدين ندرس فأكيد التيار الكهربائي قاعد بزيد والتغير التدفق قاعد بزداد أو التدفق قاعد بزداد وذلك يعني أن القوة الدافعة الحسية تحمل إشارة سالبة بدنا نطلع التغير في التيار خلال هذه الفترة الزمنية خلينا نطلع قافة حداد الأول لأنه الدلتا تا إحنا في عنا طريقة عشان نطلعها إني أستخدم قانون قافة حداد تساوي سالب محاثة دلتا تا عدلتا زين من هون راح أطلع دلتا تا بس أنا مشكلتي إنه أصلا قافة حداد مش معنا لهيك بختل القانون الثاني حساب قافة حداد تساوي سالب نون دلتا فاي عدلتا زين وتساوي سالب نون عدد لفات لها 400 سالب 4 في 10 قوة 2 دلتا فاي التغير في التدفق عبره 8% 8 في 10 قوة سالب 2 على هلا خلال فترة زمنية مقدارها كم 2% ف 2 في 10 قوة سالب 2 هلا عندي 10 قوة سالب 2 مع 10 قوة سالب 2 اختصرتهم مع بعض عندي 8 على 2 فيها 4 4 ب 4 16 فالجواب سالب 16 في 10 قوة 2 فولت. السؤال استاذ ليش القوة الدافعة الحسية طلعت تحمل اشارة سالبة؟ غصب عنك سالبة لانه انت بتقول لي لحظة اغلاق دارته فالمفروض انه التغير في التدفق بالنسبة للزمن هذا يحمل اشارة موجبة هي دلتا فاي دلتا زين تحمل اشارة موجبة فعشان هيك قافة حداد تقاوم الزيادة في النقصان. هلا طالب دلتا تا طبعا دلتا تا قبل ما ابدا حل لازم هسه تجاوبني على السؤال رح اسالك اياه وبالحال رح يبين انت لازم تجاوب وانا قاعد بسالك شو دلتا تا اشارتها؟ هل التيار بيزداد ولا بقل؟ نكمل هلا رح تشوف بس انت لازم جاوبت السؤال. قافة حداد خلينا نعوضها طلعناها سالب 16 في 10 قوة 2 تساوي سالب محاثة هي سالب 5 دلتا تا مجهولة بس الزمن معطيني اياه نفسه 2 في 10 قوة سالب 2 هلا اذا عملت ضرب تبادل سريع بتطلع هاي سالب 32 الاسس موجب وسالب راح مع بعض بضربت 2 في 16 سالب طبعا تساوي سالب 5 دلتا تا على سالب 5 على سالب 5 وهيك انا بقدر احسب التيار بانه يساوي 6.4 والجواب زي ما هو أمبير. لاحظ تا أو دلتا تا عفوا طلعت تحمل إشارة موجبة قصب عنك ما التيار بزداد لأنه تدفقك قاعد بزداد لأنه لحظة إغلاق الدارة. نشوف السؤال بعد سؤال 17 بيحكي محث يتكون من 400 لفة معامل حث الذاتي له 2 بالعشرة هنري يمر في تيار مقداره 5 بالعشرة أمبير فإذا تناقص التيار حتى انقطع ممتاز يلا الفترات ركز معي
انت بتقول لي انه كان التيار الكهربائي ما فيه تا واحد تساوي 5 بالعشرة امبير، بعدين تقول لي انقطع التيار، فاذا سالك عن تا اثنين بكل بساطه تا اثنين تساوي صفر، من كلمه انقطع تيار يعني قال التيار الى الصفر خلال 8% ثانيه. فاحسب مقدار التغير في التدفق المغناطيسي عبره. هلا ما طلب معدل التغير بالتدفق بالنسبه للزمن، يعني مش دلتا فاي دلتا زين، السؤال طلب انك بس تحسب له دلتا فاي. طيب هلا انا معي معلومات بالسؤال. هلا اذا بطلع دلتا فاي او التغير في التدفق، انا معدل التغير في التيار معي، يعني هي عندي دلتا تا على قيمه دلتا تا وعندي على دلتا زين معي. بس طلع شو مطلوب السؤال بعده، كم متوسط القوى الدافعه الحثيه الذاتيه المتولده فيه؟ بدي اكون شوي ها فكر معي شوي، كيف بدي اعرف التغير في التدفق بدون ما اعرف القوى الدافعه؟ انا بحكي لك، لانه هسه ما بينفع استخدم قانون ق فتحه د تساوي سالب محاذ دلتا تا على دلتا زين، لانه هيك رح تكون حسب ق فتحه د وهي مطلوب بالفرع البعدي. فطلع الحل بالذكاء، مقدار التغير طلع شو بسوي، بقول له يا عمي في قانونين للقوى الدافعه، في قانون سالب محاذ دلتا تا على دلتا زين قانون درسنا، قانون العام دلتا فاي على دلتا زين. بكل بساطه رح اسوي، رح اشيل السالب هاب مع السالب هاب وعوض كل القيم، وهيك بقدر احسب دلتا فاي بدون ما احسب ق فتحه د لفرع باب. فخلينا هون احط قيمه المحاذه، محاذه 2 بالعشرة 2 في 10 قوه سالب 1، تغير في التيار كان نص اصبح صفر، صفر ناقص نص يعني سالب نص على الفتره الزمنيه، طبعا هيها عفوا 8% 8 في 10 قوه سالب 2 تساوي. طبعا انا بقدر اشيل الفترات الزمنيه مع بعض، فانا يعني من فوق هي بدي اشيلهم مع بعض وبدي الغي لك هاي عشان خفف شوي المساله، تساوي نون عدد اللفات 4 في 10 قوه 2، وعندي دلتا فاي تغير في التدفق هو مطلوبني بالسؤال في فرع الف، فدلتا فاي انا هون بقدر اشيل 2 مع 2 اشاره سالب اقسم تطلع دلتا فاي تساوي سالب ربع ما قسمت على 4، وفعلا الموجب 2 لفوق في عندي سالب 1 10 قوه سالب 3 طبعا ويبر وحده قياسه. طيب انا قسمت كامره اختصرت هاي مع هاي، طلع عندي 10 قوه سالب 1 قسمت. طبعا هسه في ناس تسالني بيقول استاذ دلتا فاي ليش اشاره سالب؟ غصب عنك ليه؟ التا كانت نص صارت صفر، قل التيار، دلتا تا سالب، اذا دلتا فاي تحمل اشاره سالب. هلا قبل ما ابدا فرع باء لحالك عرف لي انه ق فتحه د رح تطلع باشاره لازم تعرف. فرع باء انا باي معك بالحال، ق فتحه د تساوي سالب محاذه دلتا تاع دلتا زين، حاب دلتا فاي سالب ممكن اطلع دلتا فاي بصير بدك اياه. سالب المحاذ الكهربائية 2 بالعشرة 2 في 10 قوة سالب 1، تغير في التيار سالب نص كما شوي حكينا عنه، على الفترة الزمنية 8% 8 في 10 قوة سالب 2، 2 بسطوا مقام راحوا مع بعض، سالب السالب موجب، موجب 1 على 8 في 10 قوة 1 يعني 10 على 8. طبعا هون احنا بنحكي عن فولت، ليش اشاره موجب تقاوم النقصان في التيار والتدفق بالزياده. طيب في يا جماعه بدنا نروح هلا لسؤال 18. طبعا سؤال 18 سؤال الوزاره بيحكي عند مرور تيار كهربائي في ملف لولبي، في تيار مر بهذا الملف اللولبي تولدت فيه قوه دافع حثيه ذاتيه في الاتجاه مبين في الشكل، طلع اتجاه القوه الدافع الحثيه كان نحو يمين، اذكر حالتين تصف فيهما التيار المار في الملف ليسبب القوة الدافعة الحثية الذاتية هاي المتولدة. شوف علي، هل احنا عندنا حالتين للقوة الدافعة الحثية، قوة الدافعة الحثية يا بتكون بنفس اتجاه يا بتكون بنفس اتجاه القوة الدافعة العادية، وهيك بتكون قوة الدافعة الحثية هاي اسمها قوة دافعة حثية ذاتية طردية، يا بتكون بعكس اتجاه القوى الدافعة الأصلية في الدارة، بتكون في هاي الحالة عكسية. ليش تتكون الطردية؟ عشان تقاوم نقصان في التيار. فهون بكون صار عندي طلع علي نقصان في التيار تبع الدارة، يعني بصير تحكي له لحظة فتح المفتاح، وبكون اتجاه القوى الدافعة الأصلية مع اتجاه قوى الدافع الحثية، فبكون اتجاه قاف دال الأصلية هيها ونفس اتجاه التيار كهربائي المار في الدارة. تجول بعديها هون بعكس اتجاهه بكون عندنا زيادة في تا التيار اللي هي لحظة غلق المفتاح، بتكون قوى الدافع الحثية هون متولدة بعكس اتجاه قوى الدافع الأصلية، ف
فهون قوة الدافع الأصلية بتكون أصلاً اتجاهها نحو اليسار، قاف دال وهي التيار. هلا الألماس وعم شوي شو كتبتون، أنا كتبت لك بس معلومات بس أشرح لك شو بصير. قوة الدافع الحسية باتجاه الشكل باتجاه سين الموجب، يعني باتجاه اليمين. هلا قوة الدافع الحسية يا بتكون مع اتجاه قوة الدافع الأصلية، إذا بدك تعمل مع تيار أسهل لك، يعني قصدي التيار الحسي يا مع التيار الأصلي يا عكسه. متى مع التيار الأصلي؟ بيكون مع التيار الأصلي في حال فتح المفتاح. ليش؟ لأنه التيار شو بصير فيه في الدارة؟ بقل، فيتقارب النقصان في الزيادة، فيظهر تيار مع اتجاه التيار الكهربائي الأصلي. فأنا بقدر أفسر لك قوة الدافع هون اتجاهها نحو اليمين، والتيار الأصلي في الدارة نحو اليمين، بس بشرط يكون فتح المفتاح. أو حالة ثانية، قوة الدافع الحسية نحو اليمين والقوة الدافع الأصلية نحو اليسار، أو التيار الأصلي نحو اليسار بس بشرط لحظة إغلاق المفتاح عشان تقاوم زيادة بالنقصان. في سؤال بعد سؤال 19، في التجربة لقياس معدل نمو التيار في دارة تحتوي على محث رسمت المنحنيات المجاورة، أجب عن الأسئلة التالية. في أي طبعا هم حاطنوا في محثين في التجربة هاي، في محث اسمه ألف في محث اسمه باء، ورسمنا العلاقة بين التيار وبين الزمن في المحثين. مطلوب أني فرع الأول في أي حالتين كانت المحاثة أكبر ولماذا؟ هذا السؤال تكرر فكرته علينا. إحنا قلنا عشان نعرف مين المحاثة الأكبر منشوف مين من المحثين يحتاج لفترة زمنية أطول للوصول لقيمته العظمى. يعني يا جماعة إذا نيجي على فرع ألف، طبعا إذا نيجي بنطلع على الشكلين، في عندي المحث رقم باء احتاج لحتى يوصل التيار فيه لقيمته العظمى إلى زمن مقداره 8 ثواني، في حال إنه المحث رقم ألف احتاج إلى فترة زمنية مقدارها 4 ثواني ليصل لقيمته العظمى. في كل بساطة عشان أجاوب السؤال رح أقول له إنه محاثة المحث باء غصب عني أكبر من محاثة المحث ألف، بالتفسير لأن محث باء احتاج فترة زمنية أطول للوصول إلى قيمته العظمى. فقلت لك هيك تذكرها، فكمحث كجهاز كفاءته أفضل لأنه احتاج إلى فترة زمنية أطول للوصول لقيمته العظمى. في فرع باء أذكر طريقتين لزيادة محاثة المحث، أعطيني طريقتين عشان نزيد المحاثة. طب ما هو إحنا بنعرف عوامل المحاثة، أنا بكل بساطة بنسى رسمها كلها، بقول له والله يا عمي عوامل المحاثة تساوي ميو نوت نون تربيع ألف علم. فممكن واحد نعمل زيادة في عدد اللفات، بدناش زيادة في عدد اللفات، ممكن نروح نعمل زيادة مساحة مقطع، ممكن يا سيدي ثلاث تقليل لام الطول. إذا هون تحت مش واضح يا جماعة أنت اسمع شو قاعد بحكي. وحالة أربعة ممكن إدخال قلب حديد، ما هو مجرد ما تدخل قلب حديد نفاذية بتزداد المحافة بتزداد. في السؤال الأخير، ملف لولبي مكون من 10^3 لفة، مساحة مقطع 1/10^2 متر تربيع، طوله 4/10^2 متر، مغمور في مجال مغناطيسي منتظم مقداره 2/10 ثانية. طبعا اتجاه المجال عمودي على مستوى ستوب شوي شرح سريع. اتجاه المجال المغناطيسي يعامد ملف أو يعامد مستوى الملف، يعني ذلك إنه الزاوية ثيتا تساوي صفر، اللي هي الزاوية بين اتجاه غين ومتجه المساحة. أخذت متى هاي؟ لأنه هاي ما بناخدها، هاي الزاوية معطيني عمودي، يعني عمودي هي الزاوية 90، بس بين مين ومين؟ بين اتجاهه اللي هو غين وبين مستوى اللي هو ملف. إحنا ما بدنا الزاوية بين غين وبين ملف، بدنا الزاوية بين العمود وبين أو متجه المساحة والملف، واتجه المساحة عفوا والمجال، فهي تساوي صفر. إذا عكس اتجاه المجال المغناطيسي قلت لك عنها اليوم الفكرة، إذا ثيتا كانت صفر بصير ثيتا عندي، إذا عكس اتجاه المجال بصير ثيتا عندي تساوي 180 درجة بسبب عكس اتجاه المجال. خلال 1/10 جد محاثة المحث. يلا جد، هلا عشان نوجد قيمة المحاثة للمحث في فرع ألف عندي عوامل فيزيائية كاملة اللي هي العوامل بيعتمد عليها المحاثة، فبقدر أحكي إنه المحاثة تساوي يونون تربيع ألف على لام 4/10^7 ثابت سمحية الهواء نفاذية عفوا هواء الفراغ، نون تربيع اللي هي 10^6 بعد التربيع، ألف مساحة مقطع 1/10^2 على لام طوله 4/10^2. اختصارات، عندي 4 باي بسطه مقام شلته مع بعض، في عندي جواب مبدئيا يساوي 1، عندي الأسس السريع عندي 6^7 = 1، وعندي \2 بسطه مقام، هي بدي اختصرهم عشان نخلص من هون. فكما مرة هو \1، يعني بقدر أقول لك الجواب هون 1/10 هنري. في فرع باء
القوى الدافعة الحسية المتولدة في الملف أثناء تغير المجال المغناطيسي. هلا القوى الدافعة الحسية، إذا أنا معي قانونين، سالب محاسن دلتا تاع دلتا زين وسالب نون دلتا فاع دلتا زين، وأنت متذكر هالقانونين. طيب هون سويناهم. هلا سري، هلا السؤال طالب في الأبعادية معدل نمو التيار، وأصلا قيمة التغير في التيار مش معي في السؤال، مش معطيني شو صار بالتيار، فأنا بدي أروح لقانون قافة حدال تساوي سالب نون تغير في التدفق على التغير في الزمن، ويساوي سالب نون عدد لفات، أي بدي أكتب بس القانون ثواني، يا جماعة التغير صار عندي بالزاوية، فهو غين في ألف دلتا جتا ثيتا على دلتا زي، لأنه السؤال وضح لي إنه الزاوية هي اللي تغيرت في دراستنا. تعالوا نعوض. سالب نون عدد لفات سالب 10 قوة 3. هلا غين شدة المجال المغناطيسي في السؤال 2 بالعشرة، 2 في 10 قوة سالب 1. في ألف مساحة المقطع، مساحة مقطعه 1 في 10 قوة سالب، طلع كيف استخدمت المعطى مرتين، 1 في 10 قوة سالب 2. هلا ضل عندي بس دلتا جتا ثيتا، ثيتا الابتدائية كانت 1، ثيتا النهائية صارت 180، فبدي أحكي جتا ال 180 ناقص جتا الصفر على، كانت صفر أصبحت 180 على فترة زمنية 1 في 10، 1 في 10 قوة سالب 1. نشتغل فيها سريع. هلا ال 10 قوة سالب 1 وال 10 قوة سالب 1 ونشلتهم مع بعض، في عندي جتا ال 180 هي سالب 1 ناقص جتا الصفر اللي هي 1، يعني محصلة أو التوتال هون هو سالب 2، هاي بتساوي عندي هون سالب 2 ضرب 2، وفي هون سالب، يعني بدي أحكي 2 في 2 4. الأسس عندي 3 سالب 2 10 قوة 1، ما أعتقد ضل إشي، فالجواب 40 فولت. في فرع جي، كم معدل نمو التيار في الملف أثناء عكس اتجاه المجال المغناطيسي؟ نشوف إيش المعدل الزمني لنمو التيار. طبعا أنا هنا في نص السؤال معدل نمو بدنا نغيرها، بس عندك في السؤال هو مش معدل نمو، هو معدل تلاشي، لأنه إذا خليت النمو بصير السؤال كله غلط، دير بالك عدلها عندك، يعني مطلوب السؤال معدل تلاشي التيار. ليش أستاذ؟ ما أنا هون قافة حدال إشارتها موجبة، يعني هي قاعدة يعني بتقاوم النقصان في الزيادة، فلازم يقولي معدل تلاشي تيار مش نمو. هلا قافة حدال تساوي سالب محاثة دلتا تا على دلتا زي على الطاولة. قوة الدافع الحثية أستاذ إحنا حاسبينها اللي هي 4 في 10 قوة 1 تساوي سالب قيمة المحاثة الكهربائية حاسبينها في الألف، طلعت 1 بالعشرة، 1 في 10 قوة سالب 1. طبعا تغير في التيار هو أصلا طالب، شوف معدل تلاشي التيار في الملف أثناء عكس اتجاه، ما حكى معدل زمني بس معدل تلاشي التيار، يعني دلتا تا وخاوة عنك إشارتها سالب، فدلتا تا زي ما هي على الزمن لازم نعوضه، حكى معدل زمني كحط دلتا تا دلتا زين. طبعا 1 بالعشرة 1 في 10 قوة سالب 1، أساس أشيل هاي مع هاي ويطلع الجواب دلتا تا تساوي، بس هي صارت تحمل إشارة سالب، يعني سالب 40 أمبير لكل ساعة. والله يعطيكم العافية.